السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين، نبات النعناع مات من الجزء العلوي بسبب الحرارة الزائدة. هي مروية، لكن قدر الله انه الشمس تحرق كل اشي من الاعلى. فاحنا شو بنعمل هسه؟ هي من الاعلى ميتة، لكن من تحت الجذور لسه فيها الحياة ولسه عايشة. شو راح نعمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بنبلش نقص زي ما انتم شايفين الجزء العلوي فقط، الجزء العلوي زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم، ما تخافوا، يعني اللي خايف على نبات النعناع ان شاء الله انه لسه راح ينتج لكم اقوى من قبل باذن الله. طبعا في تسميد راح نسمده انا وياكم ان شاء الله في حلقة ثانية، بفيديو ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، شوف الناشف بيطلع لحاله، يعني ما تقدر ولا بتتعبوا ولا يعني ما بتاخدش منكم وقت. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. بنشيل كل اشي ميت على السطح، طبعا، وبعد القص الجزء العلوي بهذا الشكل بشكل كامل، منقصه كامل راح تلاقوا ان نموات جديدة في الاسفل زي ما انتم شايفين، ما شاء الله. هيو لا تخافوا ولا يكون عبالكم، هاي هون زي ما انتم شايفين في اوراق جديدة، ما بعرف اذا مبينه هيها. هسا ايش بنقوم؟ بنشيل كل الميت، وبنبقي السطح رطب، بنعمل على تسميدها وان شاء الله راح يرجع اخضر مثل الاول. لحقوا حالكم، هسا راح يكون موسم كويس، وان شاء الله استنونا بفيديو جديد عن تسميد النعناع بوقته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.